القنوات المحايده والمواقع اللي بتتكلم عارفه ان مثلا امبارح كان في انتخابات في النادي الاسماعيلي، والاستاذ يحيى الكومي هو اصبح رئيسا للنادي الاسماعيلي وقال 3-4 تصريحات، وهناك مشاكل ما بين الاستاذ يحيى الكومي رئيس النادي الاسماعيلي وما بين الكابتن طلعت يوسف المدير الفني الحالي للنادي الاسماعيلي. يعني اهو الاستاذ يحيى الكومي بيقول ان المدرب يجب ان يكون لديه حس فكاهي، وهذه حاله تعاقدنا مع مدرب اجنبي. بالمناسبه النادي الاسماعيلي واحد من اكبر واهم الانديه في مصر، واحد من اكبر واهم الانديه في مصر، وبالتالي اخباره يجب انها تتقال في كل المواقع وفي كل القنوات اللي المفروض ان هي قنوات محايده. طيب الاسماعيلي بس؟ لا، في البنك الاهلي لو فاكرين في لاعب اسمه كريم بامبو. كريم بامبو اثبتت التقارير انه واخد منشطات من شهر 5 اللي فات. طبيب، مش انا اللي بقول، طبيب البنك الاهلي اللي بيقول كلنا نعلم بايجابيه عينه منشطات كريم بامبو منذ شهر مايو الماضي. على فكره الموضوع ده كبير جدا ومحدش بيتكلم عنه، كل الناس بتتكلم عن ايه؟ كل الناس بتتكلم عن ايه؟ في موضوع ممكن جدا يبوظ مسابقه. يعني الموضوع ده ممكن يبوظ المسابقه السنه اللي فاتت. فالناس سايبه الموضوع ده وسايبه موضوع الاسماعيلي، سايبه مثلا موضوع الشرقيه للدخان. موضوع الشرقيه للدخان 5 لعيبه اجانب جات الشرقيه للدخان ومضوا وخدوا فلوس وما تأيدوش ومش هيلعبوا لغايه يناير اللي جاي. اهو ازمه في الشرقيه للدخان بسبب قيد اللاعبين. اهم ادي اللعيبه اهم على الشاشه، لعيبه كويسين وزي الفل وتمام، هيقبضوا ومش هيتأيدوا ومش هيلعبوا لغايه شهر يناير اللي جاي، ومحدش بيجيب سيره. لكن اهم حاجه ان موسيماني هيمشي، وان في خناقه ما بين موسيماني وكهربا، وان في سيد عبد الحفيظ مسك في مش عارف مين، ومين عمل في مين ايه، هو ده اهم حاجه. لكن كل اللي احنا بنتكلم عنه ده اي كلام، ما يفرقش مع حد في حاجه. طيب في موضوع اخر في نادي الزمالك، مش انا اللي بقول صحيفه العربي القطريه، وده حسابها الرسمي، الفرنسي كارتيرون مرشحا للزعيم نادي السد القطري. هل انا اللي بقول الكلام ده ولا حد غيري؟ لا، صحيفه العربي القطريه. فكل الحاجات اللي انا بقولها، لا وبعدين لو قعدنا كملت مع حضراتكم كده هتكلم عن كل نادي عنده اخبار سلبيه نقدر نتكلم عنها، لكن حضراتكم سايبين كل ده، سايبين كل ده وما بتتكلمش غير على كهربا وخناقته مع موسيماني. لو كان في خناقه، وانا هقول لحضراتكم ايه اللي هيحصل في الموضوع ده دلوقتي، او بتتكلم ان موسيماني مشي على الرغم من مدير التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي طلع نفى على شاشه قناه النادي الاهلي، طلع نفى هذا الكلام. طب نعمل ايه تاني؟ انا الحقيقه بقعد اضرب كف على كف واضرب اخماس في اسداس. هي ليه دايما، انا عارف ان قيمه الاهلي كبيره وان الناس كلها عايزه تتكلم عن النادي الاهلي علشان نغير التلفزيون على الناس اللي بتتكلم عن النادي الاهلي والكلام ده كله، ولكن من فضل حضراتكم كمواقع او كقنوات او ككذا او ككذا، من فضل حضراتكم اي وسيله اعلاميه محايده يجب ان انت تتكلم عن بقيه الاخبار اللي انا بتكلم عنها دي. موضوع كريم بامبو موضوع مهم جدا، ومش عايز حد يعني يستكتر على النادي الاهلي استقراره، حتى في ظل ان انا عندي انتخابات، حتى وانا عندي انتخابات. بالعكس، شوف النادي الاهلي بيحترم الجميع ازاي وبيعمل مع الجميع ايه، فما تختارش السلبي فقط علشان تطلع تتكلم عنه. ولو سمحت، لو مش لاقي مشكله، من فضل حضرتك ما تخترعش المشاكل.